ترجع مرة ثانية لعليها اليوم بعد نقطة لحمود. علي 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 بيلعبها لحمود. حمود حمود بيلعبها حمود بترجع المرمى بحضر له اياها ودي سيدي. وهدف رائع جدا، هدف رائع جدا لعلاء تركاوي بعد نزول شمعة طوله. علاء تركاوي، علاء تركاوي هدف بالزاوية القاتلة لمرمى الجزيرة. علاء تركاوي بعد ما حضر له اياها كرة حلوة كثير كثير لعلاء تركاوي رقم 23، الهدف الخامس للوشبة بتوقيع علاء تركاوي في الدقيقة 44، في الدقيقة 44 تماما في آخر دقيقة. طبعا نلعب في آخر يعني الهدف الخامس للوشبة بتوقيع علاء تركاوي